مرحبا حضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور وآلام الظهر. يعني أعتقد أن كل واحد فينا جه عليه وقت بيشتكي من حاجة وجعية في ظهره، بقى يقول لك أصلي آخر فقرتين مش عارفة حاسس فيهم إيه، لما بوطي كده حس ظهري بيقفش مش قادر أن أنا أقوم، كتافي من فوق كده مش مظبوطة عند الفقرات بتاعت الرقبة بيوجعني. وزي ما اسحاق كده كان بيقول لكم النهاردة من شوية أن لما بنوطي بنذاكر غلط، لما بنقعد غلط بنشيل حاجة، لكن كمان في سبب تاني مهم هو زيادة الوزن. زيادة الوزن اللي بيعاني منها بيعاني معاها في آلام من الظهر. امتى نخاف ونقلق وامتى نفكر اننا لازم نعالجها ولازم نروح للدكتور ولازم نهتم، مش بس نفكر اننا نخس؟ معلومات كتير، واللي عند حضراتكم في اي تساؤل تقدروا تتواصلوا معنا وتكلمونا. بيسعدنا وشرفنا جدا دكتور ماريو ميخائيل، استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري. صباح الفل. صباح النور. منورنا يا دكتور. ده نورك، ربنا يخليك. هو كل ألم ظهر اجري على الدكتور ولا في ألم ظهر لا يعني تمام ده عادي؟ اولا 80% من الناس في الحياة الطبيعية بتاعتهم بيشتكوا من ألم الظهر، ودي حاجة غريبة جدا ومثبوتة في كل المراجع العلمية. يعني أي شخص عادي طبيعي في حياته العادية لازم يكون اشتكى على مدار عمره من ألم في الظهر، و80% ل90% منهم بيتحسن بعد من 3 ل6 أسابيع. فده مرض او ده شكوى شائعه جدا بتحصل. معظمنا بيشتكي من الجزء التحتاني في الظهر، الفقرات القطنيه، لانها مرتبطه بحاجات كتير هنتكلم عليها، زي القعده الغلط وزي الوقفه الغلط، زي السواقه كتير، زي الشيل بطريقه مش صحيحه، زي حاجات كتير جدا بنتعرض ليها واحنا مش واخدين بالنا. هي في حاجة أخطر من حاجة، يعني مثلا إيه أقول إيه وجعني، إيه أقولك وجعك منين؟ من النص. لا دي بسيطة طالما مش جالك في الرقبة أو ده. فهل في حاجة أخطر من حاجة ولا إيه؟ يعني لو قسمناها بس الألام بتبقى العمود الفقري إيه؟ عندنا بتقسم لثلاث مناطق. المنطقة اللي فوق دي منطقة الفقرات العنقية، والمنطقة اللي في النص دي منطقة الفقرات الصدرية، وآخر منطقة الفقرات القطنية والعجزية. كل منطقة من دول ليهم شكوى مختلفة وليهم خطر مختلف وليهم نوع ألم معين بيجي بيسمع في أماكن معينة. فعلى حسب الشكوى بيتم التعامل. الوزن الزائد بنشتكي من أنهي جزء من ده؟ كل الأجزاء. الوزن الزائد ده مشكلة كبيرة جدا، احنا يمكن مش عايز بس أتكلم عنها بتفاصيل كتير قوي. بس الوزن الزائد بيأثر على الفقرات العنقية، بيأثر على الفقرات الصدرية، بيأثر على الفقرات القطنية، وبيأثر كمان على المفاصل العامة بتاعتنا. ده بيدوس في العظم كله بقى يعني. للأسف. ده اللي هنعرفه يمكن على مدار الأسئلة، لأن الناس كتير ما بتاخدش بالها أن السمنة بتأثر علينا في حاجات كتير جدا. مش بس على العمود الفقري، بتأثر على المفاصل، بتأثر على الآلام العامة، بتأثر على الصحة العامة. احنا بنحس أكتر حاجة الركب خلاص والظهر، يعني دول اكتر شكوتين هنلاقيهم شائعين من اللي بيعانوا من الوزن الزائد. اقول ركبي مش قادره، فالدكاتره يقولوا ده حمل الجسم على الركب. ده مظبوط. باختصار شديد السمنه بتاثر على المفاصل بشكل كبير جدا عن طريق 3 أو 4 خصائص او طرق. الطريقه الاولانيه زي ما حضرتك قلتي اللود، الميكانيكال لود، الحمل الكبير اللي بيقع. زي بالظبط لو حضرتك عاملة مبنى مثلا يتحمل 3 أدوار وحضرتك زودتي عليه حمل، طبيعي جدا ان الاساسات بتاعته او تتأثر جدا. فكذلك احنا كل انسان مننا له وزن مثالي المفروض انه يبقى عليه. هو لو الوزن قل شوية، يعني لو انا وزني هو اللي عامل مشكلة سواء على الظهر او على الركب، لو وزني قل شوية المشكلة تتحل؟ بيفرق كتير جدا، بس على حسب المشكلة دي او الوزن ده كان عمل مشاكل ولا لا. عشان كده بقول لحضرتك هو بيشتغل باكتر من طريقة وباكتر من ميكانيزم بيأثر علينا بيه. أول حاجة بيأثر علينا الميكانيكال أو الحمل الزائد، ده بيأثر طبعا على العمود الفقري، بيأثر على الركبة، بيأثر حتى في الأبحاث الأخيرة على الرقبة وعلى المفاصل بتاعة اليد. ودي حاجة غريبة جدا، تقول طب إيه علاقة الحمل المفاصل علاقة الحمل بمفاصل اليد؟ لقوا إن مع مشاكل السمنة الخلايا الدهنية دي بتأكت آز غدة
بتشتغل زيها زي الغدد، بتفرز هرمون معين وبتزود مقاومة الإنسولين، بتأثر على الأوعية الدموية بشكل معين، فبتقلل الدم اللي وصل للعضلات ووصل للمفاصل بشكل معين، يوصل معاها ألم أو تآكل. يعني السمنة تعمل ده كله؟ أو تعمل وأكتر من كده كمان. طب عايز أسألك حضرتك، يعني التأثير السمنة على الظهر وفقرات الظهر يبقى التأثير عامل، يعني التأثير عامل ازاي؟ يعني ممكن يوصل مثلا، هل لي درجات معينة؟ هل لي أشكال معينة؟ هل ممكن واحد يأثر معاه في جزئية واحد يأثر معاه في جزئية تانية؟ على حسب السمنة دي موجودة فين، وعلى حسب هل هي سمنة وصلت لدرجة كبيرة جدا ودرجة مرضية تأثر مش بس على الظهر زي ما قلنا، على الركبة وعلى المفاصل التانية. كمان احنا عندنا لاين كده بيمشي، ده اللاين بنسميه لاين اوف جرافيتي، لاين الجاذبية، ده بيعدي من مناطق معينة في العمود الفقري. طبيعي انت لو زودت وزنك زي ما موجود في الصور، لو زودت حجم البطن بدرجة معينة، زي الحوامل في مرحلة معينة من الحمل بيشتكوا من ألم الظهر، لأن مساحة البطن أو حجم البطن بيزيد بشكل كبير جدا، فبيغير اللاين ده بيخليه يمر في حتة غير اللي بيمر بيها، فيبتدي المريض يشعر بألام. زي ما قلت لحضرتك السمنة بتأثر بأربع طرق مختلفة، منهم زيادة الوزن أو اللود أو الميكانيكال يعني. تاني حاجة بتأثر على العضلات، لأن طبيعي جدا لما كمية الدهون بتزيد حوالين العضلات، العضلات دي بتبقى ضعيفة فبتقدرش، احنا ما بنتحركش بالعظم، احنا بنتحرك بالعضلات. طبيعي جدا لما العضلة بتبقى ضعيفة المريض ما بيقدرش يتحرك الحركة الطبيعية بتاعته. يعني العضلات بتاعتنا بيبقى حواليها دهون، ده بيأثر عليها، يضعفها. تالت طريقة زي ما قلت لحضرتك ان الخلايا الدهنية دي بتبقى في بعض الأحيان لما بتزيد بتشتغل زي شغل الغدد، بتفرز هرمونات معينة بتزود مقاومة الإنسولين في الجسم، بتفرز هرمون الليبتين، ده بيأثر تأثير سلبي جدا، وزي ما قلت لحضرتك بتأثر على الأوعية الدموية بشكل يخلي كمية الدم اللي واصله أقل، فده يعمل مشاكل أكبر. فمش بس الناس متخيلة بس إن هو حاجة بتزود الوزن أو بتزود الحمل على المفاصل، لا، ده ليها مشاكل كتير جدا على حسب الحاجة دي هي متأثرة بإيه. طب دكتور، عشان احنا احيانا بنتعامل مع ألمنا بشكل غلط فبنزود المشكلة اكتر، فاللي بيحس بألم في الظهر وانا مش عارف اصلا سببه ايه، حتى لو ممكن ما يبقاش زيادة وزن، انا وزني مش كبير، يا اما بنحط الكريمات اللي هي بتاعة الظهر، باخد اقراص باسط عضلات، اقول اصلا انا هلعب رياضة فطقطق ظهري مش عارف ايه، وبتبقى المشكلة ايه، محتاجة اتجاه طبي كمان اكتر من انها رياضة مجرد مسكنات. فازاي التعامل الغلط، وامتى اقول لا ده انا هنا لازم اروح لدكتور، الحكايه مش كريمات وبسط عضلات اغلى؟ بصي احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان يعني معظمنا كمصريين بنتعامل مع اي الم بيجي لنا بالمسكن او ببسط العضلات زي ما حضرتك قلت. أي شويه وجع هاخد له مسكن وهبقى كويس، نوع من الفهلوه ان احنا بنفهم في كل حاجه صدقني، احنا دكاتره كده واستسهال يعني احنا برضو عندنا ريفرنس غلط دايما، ان المريض اول حاجه بيروح للصيدلي أو بيروح للصيدلية، طبعا ده خطر كبير جدا وبالذات في أمراض البطن، يمكن عندنا في العظمة أقل شوية، يعني مشكلة كبيرة أنه ممكن يروح للصيدلي يقول له اديني مسكن وهو يكون عنده مشكلة في الكلى، يخش المريض في فشل كلوي ببساطة شديدة جدا وهو مش واخد باله. عشان كده أنا أي مريض حتى بيجي لي فوق 50 سنة أو 60 سنة قبل ما بكتب له أي دواء لازم أطمن على وظائف الكلى ووظائف الكبد أنها تتحمل العلاج اللي هو هياخده. فإحنا مينفعش ناخد علاج من دماغنا، مينفعش ناخد علاج وإحنا مش واخدين بالنا العلاج ده أثاره الجانبية إيه أو مشاكله إيه طبعا. لأن ده ممكن يعمل مشكلة كبيرة وما ناخدش بالنا. أرجع للنقطة اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيها، فكرة ألم الظهر إمتى أخاف منها أو إمتى أتعامل معها. طبيعي جدا إحنا كلنا بنتعرض لألم، الألم العادي اللي بيحصل لنا لو اتكرر أو استمر لازم اتوجه لطبيب فور، ما ينفعش ان انا اتعامل معاه من نفسي او اتعامل معاه بنظريه المسكن او بنظريه يلا انا هاخد اي حاجه هبقى كويس، لان ده خطر جدا. وللاسف احنا ممكن الالم ده يكون عامل مشاكل كبيره جدا في العصب، يعني مثلا الم الانزلاق الغضروفي، الغضروف ده ممكن يكون ضغط على العصب بشكل كبير جدا ومسمع في الرجل وعامل ضعف في العضلات،
حضرتك كل ما بتاخد مسكن وكل ما بتتاخر كل ما امكانيه انقاذ العصب ده بتقل. يعني خطوره الانزلاق الغضروفي ان احنا بنتعامل معه على مجرد التهاب او حاجه، او هو معناه ايه؟ عموما طبعا اولا مش كل الم ظهر انزلاق، لا في اسباب كتير جدا، بس انا بدي مثل ان مثلا لو مريض عنده انزلاق غضروفي وعنده الم في ظهره مسمع في رجله وبيتعامل معاه بالمسكنات ويكون عنده ضيق في القناه العصبيه نتيجه انزلاق الغضروف ده بنسبه كبيره تاثر على العصب ويبتدي يحصل له مشاكل في القدم ويبتدي يحصل له مشاكل في الساق على حسب الليفل بتاعه ضغط على أني عصب والمريض ما يحسش بده ويتفاجأ بمشكلة كبيرة جدا لمجرد أنه ما زارش الدكتور. أيوه. عندنا كان متأخر. عندنا كمان حاجة اسمها red flags for back pain، يعني إيه؟ يعني الإشارات الحمراء أو اللي بنسميها إيه ده خطر، خلي بالك. زي إيه يا دكتور؟ هم خمسة بنسميهم. رقم واحد أن يكون ألم الظهر ده مصاحب لحرارة زيادة، يعني المريض درجة حرارة حرارة زيادة. تمام. رقم اتنين ان يكون المريض عنده تاريخ مرضي لقدر الله الكانسر او اي اورام، او حتى في العيلة يكون في اي اورام. رقم تلاتة ان يكون عنده مشاكل في الاخراج او في التبول، ان هو مش قادر يلحق يروح الحمام. تمام. دي من الحاجات اللي ما بناخدش بالنا منها وممكن المريض ما ياخدش بالنا. بالعظم احنا نستبعدها تماما عن فكرة ان في مشكلة في العظم. طبعا. انا عايز اقول لحضرتك كمان ان احيان كتير بيبقى الم الظهر ده مش من العظم اصلا، بنسميه ريفيرد بين، يعني الم جاي من حته تانية وبيسمع في الظهر. في العظم في الظهر. يعني ايه الحاجات اللي ممكن تسمع في الظهر؟ الم الحوض، الم مفصل الحوض، الام او التهابات قناه مجرى البول، او الام الكلى، والام بعض الفيسر الاحشاء. يسمع في الظهر. يسمع في الظهر. فالنقط دي كلها الناس ممكن ما تاخدش بالها منها وتتفاجئ بمشكله كبيره على ما فيش زي ما بيقولوا، عشان احنا مكسلين نروح للدكتور او مكسلين. يعني ممكن يجي لك حد يا دكتور تقول له لا انت علاجك مش عندي، روح لدكتور بطنه هيديك دواء وهتبقى كويس، فيقول لك يا دكتور طب ده بقول لك ظهري. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يمكن من اكتر الحاجات اللي تعرضت لها وكانت صعبه جدا، ان مريض جالي عنده 35 سنه. المريض ده كان بيشتكي من الم في الظهر وقعد فتره شهر وشويه بيشتكي وبياخد مسكنات مع نفسه، يعني زار اكتر من حد وتعامله مع الموضوع ببساطه وبعلاج فقط. ولما فحصت المريض ده لقيت فيه ضعف في رجليه ولقيت فيه تاريخ مرضي لحاجات معينه، اتفاجئت بعد الاشعه ان المريض عنده كانسر ومنتشر بشكل كبير جدا ومنتشر ما يعرفش مش اي حاجه غير الالم بس لو بيحس، والم بسيط هو قادر يتعايش معه وبيروح شغله. فعشان كده بقول لحضرتك مش كل ألم ظهر المفروض ان احنا ناخده ببساطة. عايز اقول لحضرتك المريض كان في ذهول تام ان انا جاي اشتكي من ألم في ظهري، طلع عندي مشكلة اكبر من كده. وهكذا احنا بنشوف الحاجات دي كتير جدا، عشان الثقافة اللي عندنا ثقافة زي ما حضرتك قلت فكرة ان انا اخد دواء او اخد علاج من غير ما اروح للدكتور او من غير ما اتعرض لشكل معين من الفحص او الاشعات او غيره. طب الواحد ممكن يعني لا ربنا يبعد عن الناس طبعا الاهتمام وان انا ازور الدكتور بدري زي ما حضرتك بتقول لمجرد ان انا احس بألم، ما استهونش واقول دي حاجه بس تحط لها كريم ولا اخد مسكن، ممكن توصل الواحد بقى للدخول في الجراحه وفي مواويل تانية. ممكن بعض الالام اللي حضرتك قلت عليها دي تخلص بعلاج ما احتاجش بقى ان ادخل في الحاجات. يعني حتى في الليتريتشر او في المراجع العلميه 90% من الانزلاق الغضروفي بيتعالج من غير جراحة. يعني المريض بيستجيب ليه للعلاج من غير ما يكون يحتاج جراحة. المشكلة عندنا في مصر ان مريض الظهر او مريض الانزلاق مجرد ما يسمع كلمة غضروف يتخيل انه خلاص هو علاجه عملية. ولانه يعني اذا سمحت لي بقى فكره العمليه وفي العمود الفقري بالذات الواحد بيحط في باله انها لو نسبه 1% فشلت هقعد على كرسي متحرك فخلاص. للاسف دي سمعه خاطئه. طبعا احنا عمليات العمود الفقري كويسه جدا ونتائجها ممتازه ونادر جدا ان يحصل مشكله زي كده. وللاسف احنا زي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين يكون عندنا ثقافه طبيه. ما ناخدش المعلومه او ما ناخدش الايفيدنس نفسه للحاجه اللي انا بسال عليها غير من دكتور. صحيح. لان للاسف الناس بتسال اللي حواليها. ده انا سمعت فلان عمل العمليه الفلانيه وتعب، ده فلان عمل كذا. ستر يا رب. لا اوعى اوعى الظهر. لا لا قدر الله يحصل كذا. انا عايز احرك يعني نرجع برضو لفكره يعني الحاجات اللي احنا بنعملها يوميا غلط. لو حركت شاور لنا
عليها وبتأدي في الآخر أن يبقى فيه مشكلة في الظهر. طريقة القعدة، القعدة بتاعت الموبايل، بنحب نمدد كنبة السواقة بتاعتنا، ممكن نبقى قاعدين في العربية بشكل، إيه الحاجات اللي ممكن نعملها بشكل أو بآخر تخلي فيه مشكلة في الظهر؟ طيب هو في ثلاث حاجات عامة لازم ناخد بالنا منها زي ما اتفقنا، الوزن أو السمنة، تاني حاجة السموكينج أو التدخين بشكل عام، ثالث حاجة الكحول. ثلاث حاجات دول مشاكل لهم كبيرة جدا على العظم ولازم نتجنبه. الجزء التاني الخاص بالأوضاع المظبوطة بتاعتنا، لازم لما نيجي ننزل نشيل حاجة من الأرض نشيلها بشكل صحيح، ويمكن في صور كتير بتوضح إزاي أنزل من الأرض أشيل الحاجة دي بشكل صحيح، عشان أنزلش موطي، يعني أنزل بس كده ظهري مفرود. نفس الكلام أوقات القعدة الكتير وأوقات السواقة الكتير لازم يتم تعديلها، ودي حاجة للأسف يعني طبعا مع ضغوط الحياة الناس بتقعد فترات طويلة ما تاخدش بالها، مع انتشار الموبايل الحاجات دي كلها بتأثر على الرقبة بشكل كبير. طب دي جدا مش بإيدينا قوي، يعني الموضوع اللي بيقعد كتير في العربية عشان ضغوط الحياة اللي أصلا مهنته السواقة فبيضطر يقعد وقت طويل، في أي نصيحة حضرتك تقولها للي هو مضطر يبقى كده؟ يفضل دايما يريح بعد كل يعني كل ساعة إلا ربع، يريح 10 دقائق، كل ساعة يريح 10 دقائق، ربع ساعة يغير الوضع أو يقف أو كده، يعني يريح، يبقى بحيث ما يبقاش فيه الحمل مستمر لفترة طويلة. نفس الكلام الوقفة فترات طويلة، نفس الكلام زيادة الوزن، نفس الكلام البوتش. والتدخين ماله ومال العظم بقى؟ لا التدخين ده يعني احنا لو قعدنا نتكلم عليه عايز حلقات بس التدخين ليه علاقة مباشرة بأن هو ليه علاقة مباشرة بكل الجسم، وليه علاقة مباشرة بضعف العظم واللحام بتاع الكسر. يعني احنا لما عندنا بيبقى فيه كسر انت اكتر حاجه ممكن تاثر عليه التدخين. لو مريض مدخن الكسر بتاعه بيتاخر جدا في اللحام، ممكن شرحه يعني نفس الكلام. نفس الكلام، لان الحاجات دي بتعمل تليف في الكبد بشكل او اخر، الكبد بيطلع في مواد معينه، مش عايز بس اخش في تفاصيل طبيه، بس كل ده تاثيره سلبي بشكل الناس ما بتستوعبوش غير لما لا قدر الله يحصل مشكله وبتشوفه قدام عينيه. يعني مريض عنده كسر مثلا، مدخن بقاله 30 سنه، الكسر بتاعه ما بيلحمش، لازم يبطل تدخين، ولازم كمان لما يبطل تدخين يقعد فترة بعدها لحد ما نشوف المشاكل اللي عملها التدخين ده عشان يعرف يعالجها. نفس الكلام المشكلة زي ما قلت لحضرتك، المشكلة كلها في العادات السيئة. في الثلاث حاجات اللي قلت لك عليها، التدخين والكحول والوزن، دول ثلاثة حاجات عامة. الحاجات التانية الوضع اللي بيقعد بيه المريض أو الإنسان عموما يقعد بيه، الوقفة فترات طويلة، احنا بنشوف بشوفها كتير في السن الصغير، وبنات كتير صغيرين عندهم حاجة اسمها راوند شولدر، ان كتفهم يبقى محني شوية شوية، بتبقى جزء منها وراثة وجزء منها عادة نتيجة مسك التليفون او نتيجة الكمبيوتر او نتيجة الحاجات دي. لازم يتمرنوا ان الظهر ده يتفرد بشكل او اخر ويبتدي يتعامل بشكل صحيح سواء في القعدة او في الوقفة. طب لو معلومة بقى معرفش دي صح ولا غلط، اللي هي الحاجات اللي بتتباع في الصيدلية اللي بتفرد الظهر، بتتلبس وتشد الظهر، هي بتساعد بس مش لا في اعمار الأساس معينة، يعني مثلا يقولوا لو حد صغير لسه جسمه بينمو بيكبر طبعاً غلط يلبس ده، يعني صحح لنا. واي بريسز عموما او اي وسيلة خارجية حتى لو عكاز او ركبة او غيره بتضعف العضلات، بتضعف العضلات طبعا، لان حضر ناخدها عشان تظبط، يعني يقول لك عشان يظبط خاطئه. يعني فكره ان مريض ركبته وجعاه يلبس ركبه، هو لا اراديا بيريحها شكلا لان هو بيحط عليها حاجه من بره اكسترنال، لكن على لما يجي بعد فتره ما يقدرش يستغنى عنها، ولو قلعها يبتدي يتعب جدا لان عمل الضعف في العضلات. زي ما قلت لحضرتك احنا بنتحرك بالعضلات مش بالعظم. يعني الافضل فكره يبقى في تمرين، يبقى في حركه، كل حاجه، كل احنا مش عايزين نقول كلام عام للناس، بس كل مرض له طريقه علاج مختلفه، ومش طريقه العلاج اللي بنعتمد فيها بس على الدواء. طب احنا يا دكتور بنتكلم النهارده على الظهر، ممكن نعمل ايه؟ يعني ممكن ايه اللي ممكن نعمله في البيت شويه يحسن من شكل العمود الفقري؟ هي الفكره زي ما قلت لحضرتك، اولا الوزن، العادات الخاطئه اللي احنا بنعملها، ثالث حاجه في تمارين بسيطة ممكن نعملها في البيت، تمارين فتنس، تمارين لتقوية عضلات الظهر، تمارين بسيطة لاستعدال الظهر لو حد عنده مشكلة الراوند شولدر، حاجات الناس اللي بيجي لها ألم في الفقرات القطنية أو عندها انزلاقات غضروفية بسيطة، ألم في الفقرات الصدرية، في تمارين مخصوص لتقوية العضلات دي، ولما المريض بيعملها بيتحسن بنسبة كبيرة جدا. في قعدات يا دكتور يعني بيبقى زي كراسي أو كده بتاع اللي هي كلها بتبقى مريحة جدا، تعمل مساج والواحد قاعد مش قصدي اللي بتعمل المساج، المساج دي كويسة، ما هو برضو
هي الفكره كلها في القعده، اقصد اللي هي الحاجات اللي هي ايه بتاخد البني ادم وتنزل بقى لتحت. لا هي الفكره كلها عشان يبقى مسترخي اكتر مستريح اكتر. هي الفكره كلها مش في راحه القعده قد ما في وضع القعده. وضع القعده ان انت تبقى قاعد ابرايت بوزيشن، رقبتك في لو انت قاعد على كمبيوتر ما يبقاش الرقبه محنيه، ما يبقاش الكتف محني. دكتور احنا بنتفرج على التلفزيون الواحد نايم على الكنبه بيذاكر وهو ممدد على السرير. الكراسي بتاعه البين باج اللي بيقول عليها اسحاق برضو الواحد بقى ينزل جواها كده وهو قاعد بيتفرج. الكنبه ما فيهاش مشكله عشان مش هينفع نلغيها. لا لا بس عشان كده للاسف المشاكل دي انتشرت كتير جدا. اه طبعا يعني عشان كده بقول لحضرتك 80% من الناس إن لم يكن أكثر اتعرضوا ولو مرة واحدة في حياتهم لألم في الظهر. صحيح. لازم المساج يبقى الواحد فاهم هو بيعمل ايه. يعني مثلا في البيت لو ماما عملت ظهر ولادها انا بشتكي من الم وحطيت حاجه باسط عضلات، التدليك الغلط او الحركه الغلط ممكن تجيب نتيجه عكس. دول اكتر مع بتوع العلاج الطبيعي اللي لازم يبقى عارف اتجاه الفايبرز اللي بيعمل لها مساج. انا عايز اقول كده لو انا عملت في اتجاه مش مظبوط ده مش للدرجه دي، بس هو الافضل دايما يعني تخصص الشيء. يعني حد عنده مشكلة حتى العلاج الطبيعي ما ينفعش ان مريض يروح لعلاج طبيعي من نفسه. لازم الدكتور هو اللي يقول له ويكتب له لأخصائي العلاج الطبيعي يعمل ايه ويمشي ازاي خط العلاج. لان الناس متخيلة عندها ثقافة المساج دي كتيرة جدا، يعني منها مثلا استراليا مثلا بتاع، يعني هي دي ثقافة شعبية. احنا لسه ما وصلتش مصر عندنا بشكل كبير. لا ما عندناش. بس عندنا كونسبت غلط ان انا لما ظهري تعبني اروح لعلاج طبيعي. وده مش صح طبعا. اولا العلاج الطبيعي هو ليس طبيب، يعني ليس من حقه او ليس له دراية بالكشف. ينفعش يكشف على حضرتك، ينفعش يكتب لك دواء. هو اخصائي لما حضرتك بتكتب ريبورت معين بالحالة المرضية وبتقول له لو سمحت نعمل كذا 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 يمشي من خلاله ما يزودش من عنده. ودي للأسف برضو من الحاجات اللي عندنا دكتور فيها مشكلة. الرقبة تتاخد مع العمود الفقري، يعني أصله أوقات كتير بتبقى الرقبة هي اللي تعبانة. الرقبة اللي تعبانة دي بتسمع دايما في مشاكل الناس ما بتاخدش بالها منها، زي منطقة بين الكتفين. دي بتسمع كتير جدا وما بيبقاش المريض عارف انه عامل رقبة. الدراع تراكيالجيا عموما، ألم الدراع، الكتف، على حسب المستوى. احنا عندنا كل مستوى من المستويات بيغذي حتة معينة على حسب المشكلة فين بتسمع في الحتة دي. طب احيانا بنلاقي حتى عند الأطفال في الرقبة يبقى في كلكيعة كده، فنروح نكشف يقولوا لنا لا دي مشكلة يعني مش حاجة وحشة. هي كل حاجة ليها سبب. الكلكيعة دي لازم تتشاف الأول وتتفحص ايه ده سببها. ما ينفعش نعمم الحاجة، ان اكيد الكلكيع اللي عند الطفل ده مش زي التاني، او لو عنده مشكله مش زي اللي عند دي سببها التاني. غير ده يعني طبعا ده هو الم الرقبه اعتقد. يعني لو دي مشاكلك يعني لو بينام على مخده عاليه مثلا يحط مخدتين ثلاثه فوق بعض فممكن دي في ناس ما بتعرفش تنام غير كده، او بالعكس تنام على حاجه تبقى اقل قوي في المستوى فبرضه تتعب الواحد يقوم يحس يقول انا حاسس اني مكسر. هو الاوضاع الغلط زي ما اتكلمنا، اوضاع القعده الغلط، النوم الغلط، السواقه فتره طويله جدا. طب المخده، يعني هبة ذكرت المخده بقى. المخده ليها علاقه مباشره انا عارف بالرقبه والعمود الفقري. هي دايما احنا بنقول الـ 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 الشخص ينام في الجزء اللي يريحه، او بينام على الحاجه اللي تريحه. كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه يعني. لو حد النوم على الظهر هل فيها مشكله؟ فيها مشكله؟ لا. في ناس عندها عاده ان هي بتنام على ظهرها، وفي ناس عندها عاده بتنام على بطنها. يعني طالما بيتولدوا من وهم صغيرين كده امتال الظهر اصح يعني. ولا الشخص مرتاح وما بيشتكيش من حاجه، احنا عندنا كده قانون نو كومبلين نو تريتمنت. تمام. طالما مفيش شكوى مفيش علاج. طالما المريض ما اشتكاش طالما مش هيبقى فيه علاج. فعشان كده بقول لحضرتك انا ضد التعميم على اي وضع. اصل في دكاتره يقول لا النوم مثلا على البطن، احنا بنلاقي اطفال بتولدوا من هم بيبي صغير شهور او سنه هو بينام طبيعته مولود بينام على بطنه، فتلاقيه بيستمر ينام على بطنه. في حد بيستلح في النوم على الظهر؟ في اوضاع طبعا للنوم صحيحه، اوضاع القعده صحيحه، بس زي ما قلت لحضرتك طالما الشخص ما بيشتكيش من حاجه معينه ما بنتدخلش. نتدخل فقط في حاله الشكوى، المريض يبدا يشتكي من وجع معين. وزي ما قلت لحضرتك في حاجات احنا لازم نتعامل معاها بشيء من السرعه، زي ما قلت لحضرتك على موضوع الريد فليجز دي. الحاجات اللي احنا ما ينفعش ان احنا يعني نتجاوز عنها او نسمعها كده ونعديها.
أكيد. نحاول نعمل النصايح اللي حضرتك بتقولها. وبشكرك جدا دكتور ماريو ميخائيل استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري. نورتنا جدا يا دكتور. أنا اللي تشرفت بحضراتكم ووقت جميل. شكرا لوجود حضرتك معنا وصباح الفل على حضرتك مرة تانية. دلوقتي نخرج مع حضراتكم لفاصل وبعدها نرجع نتقابل مع شركة بيتر هاوس ونشوف إزاي ممكن يبقى عندك دخل وانت قاعد كده في مكانك من غير مجهود بعد الفاصل.